احنا بعدك تغمرنا فرحة وسعادة لا توصف باحتضان هذا اللقاء المخصص، لقاء للإعلان وتوقيع وثيقة التصريح السياسي المشترك بين حزبينا، واللي تنعتبروه الثمرة الأولى لمبادرة التنسيق التي أطلقناها معا بمناسبة لقائي بالأخ نبيل بن عبد الله. كان الدافع إلى هذه المبادرة ما يشهده المشهد السياسي الوطني من اختلالات وممارسات تراكمت بشكل سلبي منذ اللحظات الأولى لتشكيل الحكومة الحالية التي أطلق عليها الجميع حكومة التغول الثلاثي، وما زلنا نعتبرها كذلك إلى اليوم لكون الأغلبية الحكومية والبرلمانية مهوسة بالهيمنة والاستفراد بالقرار السياسي. لقد سعت المكونات المشكلة للتحالف الحكومي على المستوى المركزي وكذلك في الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات إلى تكريس منطق الهيمنة والتحكم رغم انعدام التجانس بينها وتعارض مصالحها في العديد من الأحيان، الأمر الذي أدى كما تلاحظون أو يلاحظ أي متتبع للشأن السياسي إلى نوع من الارتباك الحكومي في تدبير الشأن العام والارتجالية في معالجة مجموعة من الملفات ذات الحساسية الكبرى خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. كما أدى هذا الوضع المختل على المستوى الجهوي والمحلي إلى بروز تناقضات وصراعات عرقلت السير العادي للمؤسسات المنتخبة. وأصبح من مهام الإدارة الترابية وتدبير هذه الأغلبيات المفبركة، وإلا توقف مصالح المواطنات والمواطنين. هذا الوضع السياسي الذي ظل سجين منطق التغول ويطبعه الغموض والتردد في مشاكل الاقتصادية والاجتماعية ينعكس بشكل سلبي على تقدم مسارنا الديمقراطي كما أوضح الأخ محمد نبيل، وكاد أن يهدد التوازن المؤسساتي في خرق صريح لما تنص عليه المقتضيات الدستورية. اليوم تشعر المعارضة داخل البرلمان بعجزها عن ممارسة حتى حقوق الدنيا التي أعطاها لها الدستور، دون أن أتحدث عما يرقى إلى مستوى الدستور هو الخطب الملكي السامية. جلالة الملك في إحدى خطبه أمام البرلمان مؤخرا طرح ضرورة وأكد على ضرورة قانون يقوي ويحمي مصالح المعارضة. مع كامل الأسف في الممارسة يوميا لا نرى من هذا التغول إلا ما يؤدي إلى التراجع. هنا نعطيكم مثال بسيط، رفاقنا في التقدم الاشتراكية كان في مرحلة معينة لديهم نائب واحد هو المرحوم عليها، وحنا لم نكن نتجاوز في الفريق 12 عضو. جلالة الملك الحسن الثاني كان حريصا ومصرا على أن يكون لهذه المعارضة الضعيفة عددا أن تكون لها تمثيلية في كل الوفود لتتمشي المهام خارجية، وكان حريص جدا أن ذاك المبدأ النسبية يوسع بشكل إيجابي من آثاره من أجل إسهام المعارضة ونقد. مع كامل الأسف ما نراه اليوم هو العكس. بالأمس وغير في اطلاعي في دخول المنصة ديال مجلس النواب تلاحظ أن الوفد اللي مشى لجنيف
تتحكم فيه الدول وتطرح فيه قضايا حقوق الإنسان. الوفد لا يوجد فيه أي حزب معارض، ما موجود حتى برلماني من أي حزب معارض. إذن إلا ولات هذه الأغلبية حتى في الترضيات فقط بين أعضائها تضرب المصالح العليا للبلاد، بالفعل غادي نكونوا عندما ندق ناقوس الخطر بأن هناك اختلال في التوازن المؤسساتي حرصت عليه بلادنا، أن هذا الطرح ديالنا راه طرح جدي ويجب أن يتنبه إلى الجميع إلى معالجة هذا الاختلال. نشوفوا محطة أساسية مرت بها بلادنا لم يقع استدعائنا ودعوتنا للتداول ولا حتى للإخبار باش تكون مواقفنا مواقف مسؤولة، تكون عندنا المعطيات باش ما نخطئوش كأحزاب وطنية فيما قد يضعف الجبهة الوطنية. من حسن الحظ وخاصة أحزابنا بما لها من تاريخ وتميز سياسي ما تنوقعوش في هذه الأخطاء. لذلك أخواتي إخواني وأنا أؤكد على كل ما باش نطوي هذا الخطاب، أؤكد على كل ما جاء في كلمتي القيمة للأخ نبيل. أود أن أؤكد لكم أنه شعرنا جميع وفي مداولتنا أنه لم يعد مقبولا استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم، لأن ذلك غادي يؤدي إلى التراجع عن المكتسبات، وهو ما تحدث عنه نبيل وطرحه بحدة وغادي يجي في التصريح المشترك فيما يتعلق بالإصلاح السياسي. حققنا مكاسب كبيرة في بلادنا فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية نخشى عليها اليوم من هذا التهور، ولذلك من ضمن الأولويات المطروحة علينا هي أننا غادي نطرحوا هذا الجانب السياسي، خاصة فيما يتعلق في الجانب السياسي فيما يتعلق بالانتخابات والديمقراطية. ضرورة بلادنا محتاجة اليوم إلى موقف صريح وواضح اللي يمكن يؤدي بالفعل إلى تطهير العملية الديمقراطية من الشوائب التي تعرفها اليوم. سيدات والسادة، حتى لا أطيل عليكم، ربما هناك من سيعتبر أن هذو حزبين يساريين، واليسار على أي حال في العالم تراجع وانحصر أثره وأداؤه. نود أن نقول بكل صدق احنا حزبين فاعلين، وكان عندنا إبداع يساري حافظ، شوفوا لا شرقا في العالم العربي الأحزاب اليسارية اللي كانت، ولا جنوبا ولا شمالا، مات الحزبين ديالنا بإبداع ونضال مناضلاته ومناضليه قادروا أن يحافظوا لأحزابنا على هذه المكان. إيه نعتقد أن أثارنا وفعلنا لا يقاس بالعدد ولا بالحسابات، يقاس بالفعل بتاريخنا المشترك النضالي. احنا ارتبط نضال المجتمع بالحركة ديالنا كحزبين في أهم محطاته التاريخية 65 81 94، نحن من أطار الانتفاضات الاجتماعية وساعد على عدم خروجها باش تؤدي إلى كوارث، نحن كحزبين ومن خلال امتداداتنا الاجتماعية والمدنية من استطاع مع الدولة
باش نتجاوزوا أصعب المراحل وأقصاها، لأننا حزبين مسؤولين. ومن هذه المسؤولية وبكل صدق ومسؤولية، وأنا مع الأخ نبيل، يعني الإصلاحات المعلنة عنها والتدبير اللي خداه جلالة الملك مباشرة من بعد كورونا، والتوجه اللي خداه في الجانب الاجتماعي والقرارات الجريئة، جعلتنا رغم أننا في المعارضة منخرطين لربما أكثر ممن هم في التنفيذ، في الدفاع عنها، في تفسيرها، في إعلامنا الحزبي ودوره بشأنها، في فريقين البرلمانيين، في شبيبتينا، في تنظيمينا النسائيين بالنسبة لقضايا الحريات وحقوق الإنسان. وراء الفعل في النهاية هو الفعل والأثر في المجتمع. عندما تجد حزبين يقودان الحكومة وما عندهمش حتى وسيلة إعلامية باش نأثروا هذا المجتمع، ما عندكش حتى جريدة حزبية ناطقة للدفاع. وراء هذه هي المسؤولية، عندما تكون حزبا في المعارضة تتعضى بالنواجد من أجل أن يستمر إعلامك الحزبي، من أجل أن يستمر عطاؤك في المجتمع، من أجل أن يستمر ارتباطك بالمجتمع. لذلك على أي حال نعتبر هذه واحد ثمرة لانطلاق عمل تنسيقي نريده فيها التوجه، وأنا ضم صوتي لما عبر عنه الأخ نبيل. أولا هذه اللجنة ستولي لجنة دائمة للتنسيق، تحضرنا الأشغال. ثانيا من ضمن الأولويات اللي غتكون عندها أعتقد هي مخاطبة كل من له مصلحة في التغيير، احنا نتوجه أساسا إلى اليسار ونحن مؤمنين بوحدة اليسار. احنا نتوجه كذلك فيما يتعلق بقضيتنا الوطنية إلى التعاون مع الجميع، غنتوجه فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية إلى الانفتاح على كل النقابات، غنتوجه فيما يتعلق بالجانب المؤسساتي إلى الانفتاح على كل الحضور الموجود في البرلمان. يعني ما غادش يكون عندنا الاعتبار هذا عنده 100 ولا هذا عنده نائب واحد. راه نائب واحد سيذكر التاريخ المرحوم عليه تا كان لوحده مؤسسة، تا كان الفراق والمجموعات وكذا، ولكن ظل عليه تا الله يرحمه شامخا وظل مؤسسة من مؤسسات البرلمان وكان له من الآثار. ولذلك حتى احنا اليوم غادي نطلبوا من الإخوان ديالنا في الفرق البرلمانية ينفتحوا على كل نواب اللي ما من مخارطينش في هذه الأغلبية، ينفتحوا على كل النواب وعلى كل التمثيلين. وحنا سياسيا وغادي نشوفوا مع اللجنة اللي كما قلت أقترح أن تكون دائمة، نشوفوا مع هذه اللجنة الصياغ ديال الانفتاح على كل أحزاب، أولا اليسارية ثم ثانيا المعارضة ثم ثالثا المجتمع المدني وما كل ما يتعلق بما هو اجتماعي. لن أطيل عليكم، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.